تعرف المنتخب التونسي فاز بكأس كيلين باليابان بعد تفوق بنتيجة 3-0 أمام البلد المنظم. كلمة الإطار الفني والملاعبية. الملاعبية ساعة الملاعبية باهي، أما تطورنا، أما باهي إن شاء الله نزيد تيتر معناها وجيبونا جوارات من الكلوب. ديجا عندنا جوارياتنا نحن، نصلي على النبي عندنا جوارات، هبطوهم من خويا خلينا نشوفوا كيباسيونال كيفاش ترى. ولله محمد رسول الله، حنا باع راهو هبطوا في الثمانية في الميطان الثاني، ماذا بيا تهبط لنا جوارات الصغار، خلي جوارات تكور، هبط لنا في الكبار معلم علي، هبط لنا الصغار، خلي الصغار تكور، خلينا نشوفوا الصغار كيفاش عام. الكبار خويا انا نكور، وما شاء الله في الكوب دو موند خويا الزوا ان شاء الله عند تونس. صراحة تفرجت اليوم على ماتش تونس مرجولية بصراحة حاجة أخرى ديفيرونت. لا فيش حاجة أخرى. اليابان، نحكوا على اليابان. اليابان شاركت في كأس العالم 2018، خرجت بطل العالم تاع 2014 ألمانيا، خرجتها معه، برهنت أنها كونها قوية بالبلد، واليوم نربحوها 3-0 بصراحة إنجاز، بالحق بالحق إنجاز إنجاز. والمدرب طلع يعرف يسير الملعبية وربحنا، ربحنا قبل الشيء اللي زاد، والشيء اللي بالحق كانت فريق قوي. الشيء اللي نتذكر الشيء اللي قبل في كأس القارات يظهر لي 2010 كانت هي ألمانيا قويين قويين في الفينال تنافسوا مرجوليا، نحس ألمانيا تلعب ضد روحها. أما وتونس تسمى المرة تحسنت بالقدا بالقدا. تفرجت كان في تونس اليوم، تفرجت كان في الغندري وبلال عيفة كهو، زوج جوارات بارك الله عليهم ونورونا الفريق، وبالرسمي محليهم زوج جوارات وتبارك الله عليهم كا. بتبيع أكيد مدام اليابان وربحينها 3-0 فما تطور أكيد. ولا عجبتني انا تونس بالرغم كارهها، فهمتي تونس تحب نحرق، مي عجبتني اليوم عرفتها كورت بالقداء وبيع، وبالرغم معناتها الجمعيه كورنا ليها رتير تيران، فهمتي جببنا ياكلوا في العبيد غادي، فهمت سازوكي وناروتو ما نعرف شكون. اما بيان كورت بيان اليوم ومحلات ونسنا، اما راني باش نحرق انا عجبتني الكوره. مبروك علينا تونس ربحت مع جابون، وان شاء الله الربح في الكاس العالم ونترشحوا للدوره الثانيه المره الجايه ان شاء الله، ان شاء الله مربوحه. المنتخب التونسي ان شاء الله مربوحه اليوم، المسيكني يعطيه الصحه، وعندك فرجاني سياسي، والجول نتاع سفيقس هذاك يعطيه الصحه، دحمين واش اسمه بيه يعطيهم الصح، والله قدسوهم يعطيهم الصح، بقليب يلعب ولا بقليب بزا ولا بقليب، وان شاء الله المرة الجاية في كأس العالم يشرفونا وكل شيء. بالنسبة للأداء مصلي على النبي عليهم، عملوا الواجب وأكثر، لكن بالنسبة لليابان راهو حطي بالك لأنهم لاعبية عندهم تكنيك في سقيهم، لكن ما عندهمش تسيين، وذاك اللي خلاهم هما ينهزموا. بالنسبة للفريق التونسي عنده أكل تسيين، عندنا شيء فنيات بعض ملعبية، لكن عندنا تسيين، ولكن خلينا فزنا بثلاث أهداف. لولا يعني اليابان ما نقولوش احنا مغرورين برشا، عندنا مقابلات جايتنا كبيرة ياسر مع أستراليا مع فرنسا، وبلد فرنسا مش شوية، فرنسا ناس ملعبية محترفين من أتبعنا من كلمة، يعني ماذا بينا ما نغلوش على بعض، ما نتغلوش ياسر، نقولوا ثلاث أهداف أكثر سعيد في نصف المونديال، ونصف المونديال راهو باش نتعبوا شوية إلى نوصلوا هكا، لازمنا نكونوا نعرفوا كيفاش نلعبوا، نعرفوا كيفاش نتألقوا مع في المونديال، على خاطر الناس اللي راكم محترفين، معنى كلمة مش معناها اليابان اللي هي صحيح اليابان عندها التكنيك شوية هكا باللعب، لكن ما عندهمش التسيم وما عندهمش الخبرة كما فرنسا وكما أستراليا في نوعها وكما الملاعبية، ما الناس محترفين والناس بيجيبوز علينا ممكن في أقرب وقت.
بالنسبة للبارتي نتاع اليوم المنتخب ثلاثة بلاش تعادت بارتي مزيانة، وإن شاء الله إن شاء الله يعملوا هكا في الكوب دي موند، معناها إن شاء الله يتعدى في الكوب دي موند يعملوا حاجة مزيانة خير من المرة اللي فاتت إن شاء الله. إن شاء الله بركة نعملوا مردود بيه قدام في كأس العالم وكل شيء، فهمتني؟ إن شاء الله ربي معانا، ان شاء الله نهزوها ولو انها هي مستحيل نهزوها، ان شاء الله نهزوها. اما اليوم لعبت برافو، ولا برافو تونس مسيكني بالطبيعه مكشخه فيفا المكشخه. بالنسبه لي انا الماتش اليوم عجبني، من بالنسبه للجواريات اليوم عملوا الكل في الكل يعطيهم الصحه، الكاليتي جديده طالعه في مع المونترينور جديد فورما الاولاد الكل، بالنسبة للعب مزيان على الاخر. انا تونس عندي فترة ما شفتيش تلعب كما اليوم، عملت سكور مش سهل باش تعملوا قدام كيب كيما كيكا، فما معظم جولاتها تلعب البرة. بالنسبة لي انا اعطيهم الصحة ان شاء الله نكونوا معناه بداية قدوة جديدة للمونديال، وهذاك هو بالنسبة لي انا ان شاء الله تكون اللعبة مخير الجاية. بالنسبة لنا احنا شرفنا تونس اليوم قدام معناها الدول العربية الكل، فما دول عربية ما تنجمش تشارك خاطر نحن ياسر كبار عليهم، وكلاعبنا وكتكتيك نتاعنا ما ينجموش وما ينجموش حتى ينافسونا. بالنسبة لنا احنا اليوم جواريتنا عملوا الكل في الكل، لعبوا بجرينتا، لعبوا بكل روح رياضية، تشوفوا في يوسف كغيلان دراجر برشا جواريات اليوم عملوا الكل في الكل، بالرمضان ما شاء الله عليه ماشي ويتحسن الاداء نتاعو سواء مع الاسبيرانس او مع تونس. بالنسبه لي انا اليوم شفت ليكيب حاضره بحول الله باش نلعبوا ضد ايكيبات كبيره، وان شاء الله نشرفوا تونس هكا. قبلنا اللعب البوندات اللي ماركيناهم جاو كونتر اتاك، والاخر غلطه ديفونسور، والاخر كيف كونتر اتاك، يعني كلاعب لاعب ما فهميش لعب به الحق، اما ربحنا اوكي. اقناع ما فهميش، اما سكور سافا، يعني تفرج في الكوره بالفاصون هذايا كونتر فرنسا ماكش تعمل شيء معناها. كم كيفاش ريت والله لعبنا على امكانياتنا اليوم، اليوم ستان اكسبلوا فريمون، يعني ليكيب تاع اليابان ايكيب هايله، دونك لو فات ان ربحنا وربحنا بسكور يعني ثلاثه بلاش، مش ربح هكاك، دونك سي ان اكسبلوا ان شاء الله يكملوا هكاك الاولاد، وان شاء الله نشوفوا ما خير في بقيه التحضيرات والماتشات نتاع الكوب دي مون، ان شاء الله تكون ترشح للدور الثاني ان شاء الله.